السلام عليكم ورحمة الله، يعطيك العافية. اليوم عندنا سؤال تطبيق على restriction enzyme و restriction sites و how to differentiate between alleles based on the number of recognition sites and restriction sites. في عندنا disease RP اللي هو retinitis pigmentosa refers to a group of an inherited diseases which constitute the principal cause of visual impairment 30%. And these diseases are due to the degeneration of cells found in the retina, اللي هي شبكية العين, inside the eye. And they are related to many genes that are present in the form of different allelic forms. عم بقول لي إنه الجين المسؤول عن هالأمراض هي عندها multiple alleles. اللي one of these genes, اللي واحدة من هدول الجينز, وهو مهم هلا بداية ال experiment. اللي واحدة من هو من هدول الجينز هي مين؟ هي رودوبسين جين which is located on chromosome number 3. هلا مهم احنا لقدام او في اسئلة موضوع اللوكيشن جدا مهم، لانه هون عم يعطينا انه هي autosomal جين، يعني each individual should carry two alleles of this gene either homozygous بيكون او heterozygous، فمفروض يكون عنده كل شخص اثنين. اللي while another genes while another gene of these genes اللي هي the phosphodiesterase gene is located on chromosome number 4. إذن هو عم بقول لي المرض بالأول هو related to many genes، فهون عم بقول لي في جين اسمه رودوبسين جين موجود على chromosome number 3، وفي جين تاني الphosphodiesterase gene اللي هي located على chromosome number 4. Both are autosomal genes. السؤال الأول كان عم بيحكي لنا، عم بقولنا pick out from the text the cause of retinitis pigmentosa. إذن هو طبعا مهم هين جدا، هو diseases for these diseases are due to degeneration of cells found in the retina inside the eye. ماشي الحال. طيب السؤال هذا الأول. السؤال الثاني أعطانا، نشوف السلايد الثاني بس، عمولنا we use restriction enzymes to distinguish between alleles, certain alleles of rhodopsin gene. إذا نبلش يشتغل على واحدة من هالتو جينز اللي احنا أو اللي هو ذكرن، أول شيء عمولي اللي هي rhodopsin gene. إذا allele rhodo which is the most common allele does not cause the retinitis, whereas the alleles RORET 2, 3, and 5 are the alleles which are at the origin of this disease. إذا مهم جدا أكيد لنعرف مين normal allele ومين alleles of the disease. اللي the number of restriction sites، ماشي مهم، هو عطى number of restriction sites مش عدد الفراجمنتس obtained for these alleles are represented in document 1. هون عم بقولنا إنه حطينا 4 restriction enzymes وعطينا أسمائن ALU1, HPA تو لا إلى آخره. خلينا نشوف التابل شو عم تعطينا لحتى نحل السؤال. عم بقولنا إذا كانت القليل رودو، هنمشي بالعرض، قليل رودو الإنزيم ALU1 بقصة مرتين، يعني حيطلع 3 restriction fragments. الإنزيم HPA2 عم بقصة قديش؟ 4 مرات، عنده 4 restriction sites بقلب هالقليل، لأنه إحنا بنعرف إنه شو كل انزيم عنده restriction site أو recognition site معين. فاز الريزلت بنلاحظ انزيم عم بقص مرتين، انزيم عم بقص 4 مرات، انزيم عم بقص 12 مرة، انزيم FSP1 عم بقص شو مرة واحدة. إذا هون في عنا أكيد هالاختلاف بالnumber of restriction sites هو سببه أو بيرجع للاختلاف بعدد recognition sites الموجودين. هاي النورمال قليل، تمام؟ نيجي على الرورت 2 كمان عطينا الـ ALU بقص مثل النورمال. إذا هالسايت اللي كان بقص فيه الإنزيم بالرودو ما تغير. ليه؟ كيف عرفنا ما تغير؟ لأنه بالرورت 2 اللي هي allele of the disease بعده بقص بنفس المحل، ولكن في عنا إنزيم نقص أو recognition site نقص، معناته صار في mutation بواحدة من recognition sites فأدى لـ decrease in the number of restriction sites لثلاثة، كانوا 4. الام ان بعده 12، الاف اس بي 1 بعده 1، ونفس الموضوع بالنسبه للرورت 3 بنشوفه، ورورت 5 كمان فينا نشوف الاختلاف. المهم السؤال الاول، وعفوا السؤال الثاني، عم قلنا
identify the enzyme, ماشي, which allows the identification of each of these alleles with certainty. يعني قال لي شو هو الانزيم او شو الانزيم اللي بيعمل identification لكل الليل. كيف يعني؟ اذا جينا احنا شفنا انزيم ALU1 ماشي الحال, وعندي قلت لك انا عندي هالقليل هاي انا مش عارف شو هي. احنا كم نوع قليل في عنا؟ اربعة, ممكن تكون رودو, ممكن تكون رولت 2, ممكن تكون رولت 3, ممكن تكون رولت 5. قلت لك عندي قليل مش عارف شو هي وحطيت عليها انا انزيم ALU1 وقص فيها مرتين, هل فيك تعرف شو نوعها؟ طبيعي كلياتنا حنقول لا. ليه؟ لانه الـ ALU1 بقص بالرودو مرتين وبالرورت 2 مرتين وبالرورت 5 مرتين. اذا هاي لما انت تقولي حطينا ALU على قليل انا مش عارفها وقص مرتين, فانت حطيتني بين ثلاث خيارات. ولكن اذا جيت قلت لك انا انه حطينا ALU على قليل وقصت ثلاث مرات, فينا نعرف القليل ولا لا؟ طبيعي دغري فينا نعرف كلياتنا القليل. بنقول مين هاي؟ رورت 3. ليه؟ لانه رورت 3 هي الوحيد اللي بصير لها كاتينج باي شو؟ باي ALU in 3 sites. فاحنا السؤال هيك بيقصد, عم قلنا identify the enzyme which allow the identification of each of these two, three alleles. نبلش بالرورت 3 او ALU. هالانزيم بيعمل identification لمين؟ بيعمل identification for رورت 3. هلا بالمبدا فرع الidentify كيف بنحل؟ identify بدنا نعمل justification based on the characteristics للشيء اللي عم ننسأل عنه, واخر شيء بنحط so, بنحط الريزلت المطلوبه مننا. يعني بالجستيفيكيشن شو بنقول؟ بنقول ALU based on document 1. هلا هذا الحكي اللي هحكي انا عن الـ ALU بينطبق على الباقي, احنا بدنا نحكي على الاربعه كلن. بنقول all the alleles او the three alleles rodo, rorit 2, rorit 5, او عفوا بلش قلنا بالALU, قلنا الALU 1 cut the three alleles rodo, rorit 3 and rorit 5 in two positions, whereas it cuts rorit 3, it only cuts rorit 3 by three restriction sites, او cut rorit 3 three times, which means that, so بنقول له هل انزيم هذا الALU 1 is used to distinguish or identify rorit 3. خلينا نطبق مثلا كمان على ال HPA 2. بميز مين HPA 2؟ بنروح بلاقيه بقص بالرودو اربع مرات, بالرورت 2 ثلاث مرات, بالرورت 3 اربع مرات, بالرورت 5 اربع مرات. كمان نفس الموضوع, اذا قلنا في قليل انون قليل وحطينا HPA 2 وقص اربع مرات, راح نكون كمان بين اربع ثلاث اختيارات صحيح, وما راح نقدر نعرف نعمل ايدنتيفيكيشن صحيحه او دقيقه. ولكن لو انه اعطاني قليل HPA 2 هو عمل كاتنج انتو 3 تايمز, فاحنا بنقدر دغري نعرف انه هاي شو رورت 2. اذا انزيم ال HPA 2 هو يوز تو ديستينجويش مين؟ رورت 2 فروم ذا اذر اليلز. ال MN1 بنلاحظ وبيميز مين؟ رورت 5, لانه شو؟ لانه عنده شو 11 مره, ولكن الباقي شو 12. ال FSP1 بيميز رورت 5 كمان. ليه؟ لانه الرورت 5 هي الوحيده ما بتنقص بهالانزيم, ولكن بقص مره 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 بالباقي. هلا في عندنا شغله اسا, سؤال رقم 3 عم بقولنا determine based on document 1 how can we identify the most common allele rodo. هلا طبيعي هو لما بالشرح اذا رجعنا لاول سلايد, الموست كومن allele هي الرودو صح؟ وعم بقولنا how can we identify it. يعني اذا انا مثل ما حكينا قبل على الاليلز اللي قبل رورت 3 مثلا, قلنا ال ALU1 هو بيكشفها لحاله, الرورت 2 ال HPA2 بيكشفها لحاله, الرورت 5 فينا نستخدم MN1 او فينا نستخدم ال FSP1 لنكشف الرورت 5. ولكن منلاحظ احنا عنا الرودو هي مش سبيسيفيك, ولا انزيم هو بيميزها بيعملها ديستينجوش لإلها لحالها. ليه؟ اذا استخدمنا الـ ALU بقصة شو؟
بقصها مرتين. طب مرتين زي مين؟ زي رورت 2 ورورت 3. ماشي، اذا رحنا استخدمنا HPA2 بنلاقي شو بقصها اربع مرات، مثل مين؟ مثل رورت 3 ومثل مين؟ رورت 5. اذا جينا استخدمنا MNI1 بنلاقيه بقصة شو؟ زي الرورت 2 والرورت 3. نفس الشيء بالنسبة لموضوع مين؟ FSP1 كمان بقصة زي بعض، بس بيميز مين؟ رورت 5. فإحنا الحل لنقدر نكشف هالقليل هي نورمال، مفروض نستخدم الأربع انزيمز مع بعض. ماشي الحال؟ ما بتزبط معنا إلا هيك، وراح يبين معنا بالفرع اللي قبله كيف احنا باستخدام الفور انزيم نقدر نكشف انه هل الانزيم او هل القليل هي رودو قليل. هلا الديتيرمين احنا الديتيرمين ككومبيتنسي هي لوجيكال ريزونينج ذن ذا ريزلت. نعمل لوجيكال ريزونينج طبعا بيزد اون ذا دوكيومنت. ف بدنا نقول ارقام الدوكيومنت وقت الحاجه. كيف يعني؟ مثلا لما نيجي نحكي احنا نقول مثلا دوكيومنت 1 شوز ذات ذا انزايم ALU1 دايجست رودو اللي هي النورمال، رورت 2 اند رورت 5 ان ذا سيم او باي سيم ريستريكشن سايتس او ان ذا سيم ريستريكشن سايتس. فبدنا نقول انه هن 2 نرقمن، ما مش بس بنقول انه هن تنتين، لازم نقول كمان ارقام الدوكيومنت وقت الحاجه. Which means that ALU cannot distinguish rhodo from these two alleles. بنقول له also HPA2 digest rhodo like mean like rhodet 4, rhodet 3 and rhodet 5 and 4 restriction sites. Moreover, MNI1 and FSP1 digests rhodo, rhodet 2 and rhodet 3 by 12 restriction sites and 1 restriction site respectively, which means that there is no enzyme alone can distinguish rhodo from the other allele. منقول so آخر شيء إنه to distinguish or to identify rhodo we have to use the four enzymes together. أو إذا بدنا أداء كمان فينا نقول لأنه ال MNI1 وال FSP1 تنتين used to distinguish rhodet 5. We can use one of them along with ALU1 and HPA2. إذا ALU1 و HPA2 مهمين وجودين أو مش مهمين، indispensable وجودين with MNI1 or FSP1. كمان هيك بنكون الجواب أداء. نروح على question number 4. عم بقولنا في عنا woman، هاي الwoman عطينا لإلها restriction map. لاحظوا عنا قليل نمبر 1 طبعا لان الجين اللي عم ندرسه احنا الريدوبسين جين قلنا هي اوتوزومال، فهالوومن مفروض يكون عندها شو؟ 2 قليلز. قال لي قليل 1 قال لي under the effect او action of ALU1 انقصت شو؟ مرتين. ماشي الحال، رجع قال لي القليل 1 نفسها اذا حطينا عليها HPA2 عم تنقص مرة 2 3 4، اذا حطينا عليها MNI1 عم تنقص 12 مرة طبعا من عدن، إذا عم حطينا عليها FSP1 عم تنقص مرة واحدة. إذن هدول الأربع restriction maps لمين؟ لقليل 1. اللي قليل 2 إذا حطينا عليها ALU1 تنقص 3 مرات، إذا حطينا عليها FSP1 تنقص شو؟ مرة واحدة. خلينا نشوف إحنا based on the first four restriction maps اللي هن للقليل 1 نقدر نعرف مين؟ نقدر نعرف هل قليل شو هي. إذن القليل 1 هي طبيعي ممكن تكون شو؟ رودو او رورت 2 او رورت 3 او رورت 5. طيب اذا جينا نزلنا التابل اللي هي كانت معنا عشان نعمل نشوف شو هي القليل بالضبط، نروح على نرجع على الجراف اللي عندنا او الريستريكشن ماب. قال اذا حطينا ALU1 بقص مرتين، تمام، هي واحدة تنتين. نروح احنا هون الاليو بقص مرتين بمين؟ بالرودو وبقص بالرورت 2
وبنرولت 5 ولكن بقص بنرولت 3 كم مرة؟ 3 مرات. إذا هاي القليل 1 أكيد مش رولت 3. إذا أول هون مش رولت 3 شطبنا هذا الاحتمال. تمام؟ نيجي على الرسم الثاني اللي حطينا HPA2 قص 4 مرات. بنروح على التابل دوكيومنت 1 لأنه هو السؤال اللي ديديوس بيزد اون دوكيومنت 1. بنروح على دوكيومنت 1 بنشوف ال HPA2 اللي بقص قديش 4 مرات ممكن تكون هون. هلا هون لاحظوا هون الرولت 2 عم تنقص 3 مرات، اذا هاي مش رولت 2. تمام، بنروح على اللي بعده قليل 2 لما حطينا عليها ام ان اي 1 قص 12 مرة. بنروح هون الام ان اي بقص 12 ما عدا بالرولت 5 بقص قديش 11 مرة، اذا هاي اكيد مش رولت 5. اذا هاي القليل شو هي؟ رودو. وهذا السؤال اللي حكيناه قبل انه احنا لنقدر لك فيش داعي نكمل على اف اس بي 1، اذا كملنا بنتاكد احنا، بس فينا لهون قدرنا نعرف انه هاي هي مين؟ هاي نورمال قليل. هلا بفرع الديديوس احنا بتقدر انت لحد هون من هدول الثلاثه تعرف، فيش داعي تحكي عن الاخيره. ماشي الحال، لانه هي الديديوس ككومبتنسي هي كومبليت اور بارشال اناليسز، بعدين ذن بنحط الريزلتس اللي عم ننسأل عليها. فاحنا هون قدرنا من الفيرست 3 ريستريكشن مابس نقدر نعرف مين هي الجين او مين هي القليل، ففينا نوقف عادي مش غلط. ماشي الحال، لنشوف قليل 2 مين هي. قليل 2 عم بقول اذا حطينا عليها ALU عم تنقص مره 2 3، هاي واضحه دغري منا لحالها فينا نعرف. لانه ليه؟ لانه الـ ALU بقص 3 بس بمين؟ بس ب رولت 3. تمام؟ اذا هاي دغري بنقول له شو هي؟ هي رولت 3. ليه؟ لانه سينس ALU او بنعمل بالاول انالايز بعدين بنحط الريزلت. اذا كحل احنا قلنا ديديوس هي كومبليت اور بارشال اناليسيز. هون فيش داعي نحكي على اول ريستريكشن مابس. مثلا القليل 2 اذا جينا نحكي عليها بنقول له دوكيومنت 2 shows that ALU digest allele 2 in 3 sites. ماشي الحال، and referring to document 1 ALU digest rolet 3 in 3 restriction sites whereas the other alleles rodo rolet 2 and rolet 5 in 2. So نقول له allele 2 is rolet 3. ومنروح على كمان على 1 نحكي نفس الموضوع. تمام، فهيك احنا بنكون عرفنا انه هو قال لي شو الاليلز كاريد باي ذس وومن. الوومن بيطلع عندها رودو وبيطلع عندها شو؟ وبيطلع عندها اللهم صل على سيدنا محمد، بيطلع عندها رولت 3. ماشي الحال، اذا عندها قليل نورمال وقليل اوف ديسيز. هلا لو فرضنا في زيادات على السؤال، مثلا قال لي هالوومن مريضه افكتد ومين دومينانت ومين ريسيف مثلا، بنقول له هي مريضه وعندها القليل اوف ذا ديسيز وعندها النورمال، فاللي صار له اكسبريشن وظهر على الفينوتايب عندها هو مين؟ هو الديسيز. القليل اوف ذا ديسيز هي دومينانت اوفر مين؟ ذا نورمال قليل. ماشي الحال، هذا السؤال كمان فكرته مهمه وحلوه وبده شويه انتباه هو وربط بين الدوكيومنتس. فالله يعطيكم العافيه، ان شاء الله تكونوا فهمتوا كمان.